تعمل الصين والمغرب على تكثيف مبادلاتهما التجارية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة بينهما، أولا لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وثانيا لتقليص العجز التجاري الحاصل بين البلدين، سيما عبر تطوير الاستثمارات الصينية بالمغرب وتنمية التعاون في القطاعات الواعدة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من غرفة الأخبار الزميلة والصديقة نجاة بوتبسوط. مساء الخير نجاة، أهلا بك. مساء الخير جوهرة، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا نبحث أولا عن الحديث عن المجالات الاستثمارية التي يهتم بها المستثمر المغربي والصيني. أولا جوهرة، الاستثمارات المغربية الصينية في منحى تصاعدي، وهذه الاستثمارات الصينية في المغرب ليست كبيرة ولكنها يعني واعدة. نعم واعدة، وفي نفس الوقت ليست كبيرة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي، وربما هذه النقطة التي يعمل الجانبان على العمل عليها من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي وقع آخرها خلال الزيارة، هذه الزيارة الحالية للعاهل أو للملك محمد السادس. استثمارات الصين بالمغرب تشمل الصيد البحري والصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات، كما تشكل الصين سوقا ضخما للمستثمرين الأجانب، والمغرب مهتم بالاستثمار في هذا السوق خصوصا في قطاعات السياحة والصناعات الغذائية. وبخصوص المحفزات الاستثمارية، فإن النمو المطرد للاقتصاد الصيني أو الاقتصاد الصيني التي حققت حسب معطيات 2015 ناتجا محليا إجماليا وصل إلى 11 مليار دولار و385 مليار دولار، ووفر الظروف المواتية للاستثمارات بالخارج، كما أن الاستقرار الأمني والسياسي بالمغرب وموقعه الاستراتيجي وبيئته الاستثمارية الآمنة وامتياز رؤاه الاقتصادية الطموحة المتجسدة مثلا في مخطط المغرب الأخضر ومخطط الإقلاع الصناعي ومخطط الطاقة الشمسية والهوائية ومخطط اللوجستيك ورؤية 2020 للسياحة، تشكل عوامل جذب للمستثمرين الأجانب بينهم الصينيون. هذا إلى جانب جوهر الاتفاق التبادل الحر الذي وقعه المغرب مع مجموعة من البلدان. طيب ماذا عن تواجد الاستثمارية الصيني في المغرب؟ نعم، تواجد الصين التي تعد من أكبر الدول المستثمرة في القارة الإفريقية تجلى في مجموعة من القطاعات الحيوية. بخصوص قطاع السيارات، أعلن دونغفينغ ثاني مصنع صيني عن استقراره بالمغرب في إطار شراكة تجمعه مع مصنع فرنسي في موقعه بمدينة القنيطرة، فيما تعمل رياض موتورز هولدينغ الشركة المغربية المختصة في تركيب الشاحنات المستوردة من أو المستوردة من الصين لفائدة علامات كسينوتروك وزونغ تونغ باس. وفي قطاع الاتصالات، افتتحت شركة هواوي المتواجدة بالمغرب منذ سنة 2006 في يونيو مكتبا ثانيا لها بالدار البيضاء. أنجز وسينجز الصينيون استثمارات هامة في مشاريع كبرى للبنية التحتية كالمحطة الحرارية للفحم المزمع إنجازها بمدينة جرادة. من جانبها، قامت مجموعة تشاينا أورسيس بتشييد الجسر المعلق على نهر أبرقراق بالرباط، والذي يمكن من تأمين الربط بالطريق السيارة الالتفاف للعاصمة أو لعاصمة المملكة. طيب ماذا عن المساعي الحثيثة لتقليص العجز التجاري المستشفى؟ نعم جوهر، المغرب أو الصين هي الشريك التجاري الثالث للمغرب بعد كل من الولايات المتحدة والاتحاد، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن هناك عجزا في الميزان التجاري بين البلدين، والبلدان يعملان على إعادة توازن لهذا الميزان. فحسب أرقام مكتب الصرف، سجل الميزان التجاري بين المغرب والصين عجزا عندما تم شهر شتنبر 2015 على حساب المغرب بمبلغ تجاري يقدر ب 20.88 مليار درهم. ومعلوم أن صادرات المغرب في اتجاه الصين تصل إلى 1.71 مليار درهم، بينما بلغت واردته من العملاق الأسيوي 22.59 مليار درهم عندما تم شهر شتنبر 2015. أجهزة البث والإرسال تأتي على رأس الواردات المغربية القادمة من الصين، متبوعة بالشاي ومشتقاته والنسيج. وفي المقابل يصدر المغرب للصين على الخصوص معادن الرصاص والزنك والنحاس والمنتوجات اللازوتية والأسمدة والأسماك المجمدة. جوهرة، شكرا جزيلا لك نجاة على كل هذه التوضيحات.